السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما العادة معكم قناتي أحلى وأبسط هي مع أم جنات. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد التورته باردة، كتجي رائعة في المذاق ديالها وفي الشكل ديالها، حيت اليوم سخون عندنا الحال شوية وبغيت ندير هاد الكيكة ومعروضة نيت عند صاحبتي اليوم الكسكروت، وبغيت نديها معايا مبغيتش ندخل عليها بيديا خاويين. وإن شاء الله غنشارك معكم هاد التورته، وبداو معايا ان شاء الله وتفرجوا ويعجبكم وتعجبكم طريقه التحضير ديال التورته. دون على بركه الله، عندي هنا جوج بيضات، واحد فاني، واحد خميره حمراء، وشويه ديال الشوكولاته باش نزوقوا، واحد دانيت، عندي هنا ميزينا، وعندي هنا واحد قرمل ديال بلاتيلوس، مهم على حسب نتوما كل اللي متوفر عندكم في الحوانت. عندي هنا نكهه ديال فلون الشوكولات، وعندي هنا نكهه ديال فلون الفراوله، وعندي جوج معالق ديال سنيده، ثلاثه المعالق ديال الزيت، والدقيق تقريبا نديرو 8 المعالق ديال الدقيق و8 ديال الحليب. وعندي هنا الحليب، نص لترو ديال الحليب ونص لترو ديال الحليب، غنديرو فيهم الفلون ديالنا ومايزينا والكريم باتيسير. اللي درت بالدقيق ديالي، درت الدقيق وضربت به مزيان، مبغيتش نطول عليكم. غندير واحد الخميره حمراء، دابا ملي سميتو خلطت الخليط ديالي، دابا صايبتها هو المول ديالي، درت ليه شويه الزبده وشويه الدقيق، دابا غنديرها فيها ان شاء الله ونديرها في الفران، ونقص ليه لتحت، نشعل لتحت ونقص ليه بزاف تاع اللفان، ونخليوها طيب على خاطرها وما نخليوهاش طيب مزيان باش تجينا هشيشه. نقدوها مزيان في المول، غندخلو ان شاء الله الفران. دابا ما قلت لكم في الاول، عندي هنا نص لتر ديال الحليب حيدت فيه ديال الطبقه الاولى، حيدت فيها 8 المعالق ديال الحليب، وعندي هنا نص لتر الاخر ديال الطبقه الثانيه، غندير فيها الفلون ومايزينا، والطبقه الاولى غندير فيها الفلون وديال نكهه الشوكولات وكريم باتيسير. نبداو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غنخوي النكهه ديال الشوكولات ديالي في الحليب ديال الطبقه الاولى، وغنديرو جوج معالق ديال سنيده، ونزيد واحد معلقه ديال مايزينا،
وغنحركوه مزيان. دابا الكيكه ديالنا درناها في الفرن طيب على خاطرها، بما نحركو هذا ونسخنوه واحد شويه الكيكه راه دغيا كطيب. دابا حركت النكهه ديال الشوكولاته ديالي فلون، غنصفيه هنايا حيت شاط لينا فيها سميتو. نعاودو نردو الكاسرونه باش يتنقى لينا في سميتو دوك الحبوب. دابا ان شاء الله غنديها فوق العافيه نسخنها واحد شويه بما طيب ليا الكيكه ديالي. البنات هي الكيكه ديالي دابا خرجتها من الفران، راه انا ما كنطيبهاش بزاف، شفتوها كي دايره. دابا ان شاء الله راه سميتو الكريم ديالي ديال الفلون راه صايبتو، راه سميتو سخنتو مزيان على نار مهيله. دابا ان شاء الله غنخويه باش يدخل لينا الداخل ديال التورته ديالنا. غنخويه في سميتو، بسم الله. دابا ملي خويناه في سميتو المول ديالنا هكا غندخلوها للثلاجه بما نصيبو الطبقه الثانيه. دابا ملي درت التورته ديالي في الثلاجه تبرد واحد شويه، دابا غنصوب الطبقه الثانيه اللي غندير فيها الفلون ديال نكهه الفراوله، واحد المعلقه ديال كريم باتيسير، وواحد المعلقه ديال سنيده. دابا غنحركهم مزيان ونديرهم تاني فوق العافيه على نار مهيله حتى يسخن لينا مزيان، ما نخليوش يتعقد، باش نديرو ان شاء الله في الثلاجه باش تجينا رطبه في المذاق ديالها. البنات ها هي التورته ديالي دابا شربات، ها هي شربات راه كتبان لكم. دابا ان شاء الله غنخلي فيها الكريم ديالنا الطبقه الثانيه ديال الفراوله، راه حتى هي تعقدات واحد شويه، درتها فوق العافيه حتى تعقدات واحد شويه. دابا ان شاء الله نحطوها بشويه بشويه. دابا التورته ديالي دابا كملتها، باقي ليا دابا غير الزواق نزوقها. دابا ندخلها ان شاء الله للثلاجه ونرجع معكم. دابا ان شاء الله غنديرو الزواق باش غنزوقو. ناخذ المقادير اللي غنزوق بها التورته ديالي من الفوق. عندي هنا دانيت، وعندي هنا الشوكولات، وعندي هنا كرمل على حسب كل واحد الذوق ديالو. انا شريت اليوم هذا، وعندي هنا الشوكولات حكيتها. دابا ان شاء الله نمشي ندوب دانيت ديالو الشوكولات ونرجع معكم. ها هي التورته ديالي دابا خرجتها من الثلاجه، ها هي دابا غنزوقها. نزوقها ب سيكون عندكم الخاطر. انت بنستمروا هكا تنكملوا كامل الزواقه ديالي. دابا ملي كملت الزواقه ديالي دابا ان شاء الله غنزوقها. زوقت درت الشوكولاته ودانيت ديالي اللي درت هنايا، ها هي. دابا ان شاء الله زوقت الكيكه ديالي، دابا غندير ليها الشوكولات.
هاي دابا التورته ديالي جاهزه. وهادو ان شاء الله غنديرهم في الوسط باش يزينوا ليا الكيكه ديالي. نكثر عليها بزاف. دابا ان شاء الله غندير لها غير هكا. نتمنى تعجبكم هاد التورته ديالي اليوم، راه زوقتها جات زوينه. غنديها ان شاء الله عند صاحبتي نديرو بها الكسكروت. الا مكتوب ليا مازال نتشوفو راه غنوري لكم الكسكروت عند صاحبتي. يعني ما تشوفناش حتى الفيديو الاخير ان شاء الله. وما تنساوش ديري ليا جيم ولايك وكومونتير باش ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. البنات ها هي التورته ديالي دابا واجده، هي تبارك الله جات زوينه. ما نقدش نقطعها لكم حيت غاديه بها عند صاحبتي ان شاء الله. بالسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.